أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الثقافي نسمات ثقافية. طبعا في هذه الحلقة نستضيف عملاقة في مجال المسرح وفي مجال السينما وفي مجال الدراما التلفزيونية، طبعا عملاقة أيضا بإنسانيتها وببهاء أدائها في كل الأدوار اللي قدمتها أو في المسرحيات التي أخرجتها أو في كل مشاركة فنية قدمتها. طبعا ضيفة حلقتنا هي الفنان الكبير القدير العملاقة سميحة أيوب. طبعا أستاذة سميحة أيوب حصلت أوسمة كثيرة، ولكني أعتقد أن كل الأوسمة هي في حد ذاتها تتوخى وسام أستاذة كبيرة سميحة أيوب، وكل الجوائز أنا أعتقد تعتبر يعني هي نموذج متواضع جدا للجائزة الكبيرة التي تتمثل وتتجسد في شخصية سميحة أيوب، فكل الجوائز تطمح للجائزة الكبرى سميحة أيوب. طبعا سميحة أيوب ضيف شرف ملتقى المبدعات العربيات، طبعا أيضا هي حصلت أيضا يعني مساحات كثيرة في العطاء، حصلت على أوسمة، ولكن كل الأوسمة أيضا أعتقد أن هذه الأوسمة الدولية والرئاسية سواء كانت عربية أو دولية عالمية، أعتقد أنها تتوخى أن تتوسم وساما في الفنانة الكبيرة القديرة سميحة أيوب. سميحة أيوب طبعا غنية عن التعريف، والمعروف كما يقال لا يعرف. مساء الخير. مساء الخير، المقدمة الرائعة دي قليلة في حقك يا أستاذ. لا كتير قوي. لا حبيبتي بالعكس، والله احنا اعتقدنا لو بتكلم عن السادة الكبيرة سميحة أيوب، وانا اعتقدنا لو حتى طرحت ابواب المعاهد والاكاديميات الفنيه، اعتقد ان سميحه أيوب في حد ذاته هي معهد واكاديميه كبيره. الله يخليك. تخرج من تحت معطفها كما تخرج قصاصين من معطف جوجل، ايضا تخرجوا فنانين كثيرين من معطف الفنان الكبير سميحه أيوب، وكلهم نجوم وذو ألق في عطائهم وفي تجربتهم، لانهم امام ايضا ألق متميز واستثنائي في ساحتنا الابداعيه على صعيد كل الفنون الحيه والادائيه. طبعا استاذه سميحه أيوب طبعا تضيفت شرف الملتقى. أيوه. ملتقى المبدعات العربيات والاديبات العربيات. اولا حبيت اعرف، بس يعني انا اسميه لان انا عارف انه كل ثلاثة ايام اربعة ايام لا تكفي للتعرف على ذي، ولكن هناك لابد ان يكون هناك نوع من الانطباع الاجتماعي على الاقل حول هذا الملتقى وحول زيارتك لاول مره. اول مره اول مره، لكن انا سعيده جدا بهذه الزياره، وزي ما قلت قبل كده جت متاخره، لكن زي ما بيقول الخير في مختار الله، يعني التوقيت، يعني كل تاخيره فيها خيره. نعم صحيح. الحقيقه لاحظت حاجات كتير جدا، لاحظت ان البلد بلد جميل قوي، وجميل مش بشوارعه ومش بالعماير اللي فيه، جميل بناسه كمان. ناسه جميلين وناسه مثقفين وناسه يعني تحس الحب في عينيهم، وتحس انك انت ما اتنقلتش، انك انت بين اهلك واصحابك. فانا سعيده جدا بهذه الزياره، ناهيك على وجودي في وسط مبدعات من العالم العربي. جميل. فانت بتلاقي رحيق كل صحيح بلد. صحيح. وبتتكلم مع روائيات وناقدات وشاعرات يعني انت قاعد ملتف وملتحف بالصداقه بالثقافه اللي موجوده، فده شيء جميل جدا بالنسبه لي، وطفرة حلوة إن أنا ألتقي بناس يعلمون عني حاجات كتير وأنا بتعرف عليهم. ما يعلم عنك يا أستاذة سميحة، طبعا أنت عملاقة وفنانة كبيرة. الله يخليك. يعني إحنا على ما يقولون يعني إحنا أطفال، أو إحنا يعني نحاول نكبرج كثير. يعني إحنا تربينا وكنا مشدودين للشاشة ومشدودين للمسرح، وطبعا أنا كنت محظوظ إن أشوفك في الوزير العاشق في تونس بجانب الفنان الكبير عبد الغفور. إن أنا تواجدت في وقت كان المسرح فيه في منتهى الازدهار. فواحد بيقول لي أنت يا سيدتي عبقرية، قلت له أنا مش عبقرية، أنا سعيدة الحظ، لأني وجدت في فترة وقلت كلام على المسرح للي قبلي قالوه
ولا اللي بعدي هيقولوه، لأنها فترة خصبة جدا كانت في الوقت ده، وهي فترة الستينات والسبعينات. يعني كانت حياة كان في عبق، عبق فني، وكان في النقد له عبق، والإخراج والاهتمام والهم والحلم. يعني الحلم كان الحلم. طيب أنا بوقف عند الحلم. طبعاً الأستاذة سميحة أيوب بدأت التجربة وكان من أحد الأساتذة الكبار الله يرحمه زكي طليمات. يعني تجربتك مع هذا الفنان الكبير زكي طليمات، وأيضا سؤال يجاور هذا السؤال، إلى أي حد كان اهتمام بهذا العنصر النسائي في تلك الفترة؟ إلى أي حد كان الرجل يجاور المرأة في همه وفي حلمه أيضا؟ في هذه الفترة كانت المرأة يعني ما تقدرش تخرج وتقول أنا عايزة أشتغل في التمثيل، كانت إيه زي ما تكون بتواري بنفسها كده، أنا تكون عندها الحب للتمثيل بس مش قادرة تجاهر بيه. فالحقيقة الأستاذ زكي طليمات والوزارة نفسها اهتمت بهذا الفن الراقي اللي هو تنويري، وعملت مكافأة لكل فتاة تتقدم لمعهد الفنون المسرحية، فبقت تذاع في الراديو إن معهد الفنون المسرحية هو كان اتفتح سنة 30 واتقفل وقفلوه، وفضل يثابر الأستاذ زكي طليمات لغاية ما طلعه في الخمسينات أو قبل الخمسينات بسنتين. فعايز عنصر نسائي، وعنصر النسائي كان رجل ورا ورجل قدام. صحيح. فعملوا مكافأة 6 جنيه لكل طالبة، وبيتقال في الراديو عمال على بطال، فجي في الودان بقى. فأنا كنت قاعدة بذاكر ساعتها كده، وكنت عيلة صغيرة، وبعدين إيه مش في دماغي، قلت طيب يلا اللي عايز يروح، احنا لسه صغيرين لما نكبر. وبعدين ليا خال راجل شاعر ومثقف وعنده ديوانين شعر وخريج سوربون، يعني متنور مش زي بقية الفاميليا. فقلت له ايه رأيك يا أنكل في اللي بيتقال ده؟ قال يا ريت. قلت له يعني كويس ده؟ قال لي هايل. أنا كنت إيه قبل ما أقول له الحكاية دي، كنت رحت مع واحدة صاحبتي رايحة تمتحن، رايحة معاها كده ورايحة بمريالة الألعاب والجزمة الكاوتشي بتاعت الألعاب، لأن الأستاذة ما جاتش يومها، فكان عندنا الفترة الزمنية دي، فرحت معاها. وبعدين هي كانت مأيدة اسمها وحافظة ووقفت وقالت، والتانيين بقوا بيقولوا كلام كبير قوي باللغة العربية. فأنا لقوني كده واقفة بعيد، قالت تعالي يا شاطرة أنت اسمك مش مكتوب هنا. قلت لهم لا، ما أنا جاية مع صاحبتي دي. قالوا لي أنت بتحب التمثيل؟ فكسفت قلت لهم أنا ما كانش في دماغي. قلت لهم قالوا لي طب حافظة حاجة تقوليها؟ قلت لهم لا، ما فيش حاجة في المدرسة بتشعر بتاع. قلت لهم يعني حاجة في المدرسة كده، حاجة صغيرة في الأعياد وبتاع. قالوا لي طب قولي. جيت أقول صوتي ما طلعش، يلا وكسفت ورحت معيط. في واحد بقى بيعمل كده وفي واحد بيعمل كده، والباقيين موجودين يعني. واحد مش عايزني أبدا، واحد يقول له، والتانيين واقفين قاعدين بيبتسموا، كانت لجنة كبيرة. فقالوا لي بتحبي مين في الممثلين؟ قلت لهم بحب ليلى مراد وبحب يوسف وهبي. ضجوا بالضحكة، تاري يوسف وهبي قاعد وانا مش عارفة، بس قلت يوسف وهبي. المهم لما قلت لخالي كده قال لي يا ريت، قلت له يعني انا لما قالوا لي انت هناخدك طالبة مستمعة، لان انت مش هناخدك نظامية، لان انت بنت صغيرة لسه، كان عندي 14 سنة، انت لسه صغيرة، لما تبقي عندك 16 سنة هتبقي نظامية وتاخدي 6 جنيه، لكن دلوقتي تيجي تتمرني كده. فقلت الحكايه دي لخالي، قال لي يا ريت انا هجيب لك مدرسين يعلموكي عربي قلت له طب والستة جنيه ايه يا عبيطه؟ انت يكفي انك انت تخشي في معهد فنون مسرحيه على مستوى علمي دلوقتي. كبير في الفتره يعني. على مستوى علمي، ما هياش اي حاجه كده جايه من بيتكم او من الشارع وجايه تقفي على مسرح،
لا ده انت هتقفي في وسط كوكبه من الناس المثقفين. قلت له طيب هنعمل ايه في اللي جوه دول، الوالد والوالده؟ قال لي سيبيني عليهم. دخل خناقات خناقات خناقات، وخرج قال لي حطي هدومك في الشنطه. حطيت هدومي في الشنطه وخدني عنده، وكان ايه عايشني معاه بقى في الفيلا بتاعته. كان يروح يقعد على القهوه يستناني لما اخش اعمل الحصص بتاعتي واخرج. اول يوم الاستاذ بقى اللي مش عايزني ده طلع استاذي زكي طليمات، قعد يدي ملاحظات لناس ويدوهم حاجات عشان يحفظوها وانا لا. وانا قعدت كده حزينه لكن ايه متربصه. كنت يعني جاتني الفكره بقى وحسيت ان انا حبيت الحكايه دي وانا ما اعرفهاش بس حباها، من الحاجات اللي قال لهم قولوها واحفظوها وكده. يقول لهم ملاحظات، يجوا تاني يوم اقول لهم الاستاذ قال لكم تعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا. تاني يوم برضو يجوا زي ما هم، الاستاذ قال لك، قال لي يا فلحوسه انت تعالي. قلت له نعم. قال لي خدي دي هتحفظيهم وتجيني بكره بقى وتتفلحسي بقى قصادي بالله. رحت حفظت تحدي. وجيت تاني يوم كل الملاحظات اللي قالها نفذتها. بص لي كده قال لي لأول مرة يخوني ذكائي. اللي كان مصر إن أنا أشتغل ويقول له لا من بعيد أنا شايفة الإشارة كان جورج بي أبيض، وهو ما كانش عايزني. عمالقة المسرح وسط عمالقة المسرح أساتذتنا كانوا صحيح اللي خريج إيطاليا واللي خريج فرنسا يعني السيدة نفيسة الغمراوي كانت للرأس التوقيعي، تعلمنا ازاي نمشي وازاي نلتفت وازاي نتحرك. الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان في السولفيج. الدكتور زكي مبارك للموازنة بين الشعراء. الأستاذ دريني خشبة للميثولوجي، يعني شغل تمام. صحيح. والأستاذ زكي ربانا فنيا كويس. بس ومن يومها بقى انطلقنا. ايه بس انطلاقه طبعا كانت انطلاقه نسميها انطلاقه مؤسسه. ياخدني دروسي العمليه في التمثيل. هو كان عمل فرقه المسرح الحديث اللي كلها خريجي معهد الفنون المسرحيه. خد المجموعه الخريجين بتوع المسرح بتوع المعهد وعمل فرقه المسرح الحديث. فقال لي انت هتروحي الفرقه شغلك العملي في التمثيل على خشبة المسرح. فكنت من سنة أولى واقفة على خشبة المسرح. وبعدين يعني الظاهر إن أنا كنت كويسة لأن النقاد واحد ناقد قال البنت دي عندها حضور. أنا كنت لسه ناقصة ثقافة ما أعرفش يعني إيه الحضور. قلت له حضور إيه؟ ما أنا حاضرة وأنا قاعدة. قالوا لي لا الحضور الثاني. بس وبدأنا وابتدوا النقاد يتفرجوا وابتدوا يتكلموا عني. وانا كنت عامله زي الجندي في الميدان. الشغلانه حبيتها حب شديد جدا، وبقيت مش ملاحقه اذاكر واسلح نفسي بثقافات كتيره قوي قوي. في حاجات ما كنتش فاهماها، يعني انا وانا عندي 14 سنه اقرا نيتشه هفهم منه ايه، لكن المثابره حاولت افهم ما فهمتش. لما كبرت وقريت نيتشه فهمته. فهمت بالضبط صح. الفتره اللي كنت فيها يعني حتى عصر النهضه التنوير من ديكارت من حتى الجماعه الفنانين الكبار اللي كانوا موجودين ايضا في مصر كان لهم دور يعني دور كبير يعني حتى زكي طليمات الله يرحمه مش ما اكتفى بمصر راح الكويت واسس شوف الاستاذ زكي انا بقول عن الفنانين الخليجيين يدخلون في هذا بقول عن الاستاذ زكي انه هو كاسحه الغام لانه راح في ليبيا عمل معهد فنون مسرحيه. صحيح. راح في الكويت عمل معهد فنون مسرحيه. راح تونس عمل معهد فنون مسرحيه. اذا كلنا كل الساحه اللي انت شايفها دي خارجه من عباءه زكي طليمات. طيب الاستاذ بيسلم استاذ بيسلم وبيسلم. ومجموعه بعد طلعوا الاستاذ الله يرحمه محمد توفيق ومجموعه كلهم توزعوا وفعلا الفنانين المصريين يعني انا اقول
يعني الفيروس الجميل اللي توزع في كل في كل في كل مكان وانتشر في جسد الخارطة العربية، جسد خارطة الفن المسرحي في الوطن العربي، في ليبيا، في الجزائر، في تونس، في كل مكان في الوطن العربي. طيب أستاذة سميحة، تذكرين أكيد بعض الأسماء اللي كانت معاك فترة البداية اللي كانوا معاك من المتخرجين الامتحان فترة المعهد. فترة المعهد كان بس فصل قبل مني كان فريد شوقي وكان علي الزرقاني وعبد الرحيم الزرقاني ونعيمة وصفي وشكري سرحان وصلاح منصور. سناء جميل الفترة دي والله. لا في في مش في الدفعة الأولى، سناء جميل وزهرة العلا في الدفعة الثانية، أنا كنت في الدفعة الثالثة. كان معايا في الفصل مدبولي وكان معايا إبراهيم الشامي ومحمد الطوخي وفاتن حمامة وناهد سمير وناس كتير تانيين. كلكم ما شاء الله نجوم نجوم وناس بقوا سفراء. كان حمد الرجيب، حمد الرجيب طبعا في الكويت وأسس المسرح في الكويت. وكان معانا أكرم ميداني كان برضو سفير في سوريا. يعني كان معانا مجموعة حلوة قوي فعلا. انت الفضل عندكم يعني شاء الزمن ام لم يشأ ام ابى، يعني انتم فضل لكم فضل كبير لانتشار هذا الفن الراقي والرفيع في الوطن العربي بشكل عام يعني. وايضا دوره حتى على الصعيد الدولي انتشاره كان من خلالكم انتم بلا شك يعني. استاذه سميحه، يعني حبيت اقول اشوف الفرق مثلا يعني بين انت عشتي في فتره انا اسميها الزمن الجميل، الزمن الجميل العصر فعلاً الذهبي زي ما يقول بريكلس يعني فعلاً الزمن الذهبي فعلاً. الان لما نطالع الزمن الذهبي للمراه وللمسرح والفن واحدد اكثر المراه وطالع الزمن اللي احنا فيه الان، كيف تقيمين هذه المساحات؟ المراه مثابره وعندها طول نفس كبير جدا، بدليل ان المراه دلوقتي بقت وزيره، المرأة بقت أستاذة عميدة، المرأة بقت دكتورة، المرأة بقت عالمة، المرأة بقت قاضية. يعني المرأة ثبرت وحربت وهي تحمل وترضع وبتشوف بيتها عايز إيه وبتحصل ثقافة في نفس الوقت وبتفيد المجتمع وهي مربية الأجيال وصانعة الرجال. صحيح، دورها كبير حقيقة، دور عظيم. بس في ناس بتنسى الجهد، يقول لك دي واحدة ست، واحدة ست ضعيفة. بس لا مش ضعيفة، دي أقوى. صح، بس أنا أتكلم عن المثابرة، المثابرة اللي وراها ثقافة. هل الآن لما تنظرين يعني شوي تروحين لزمن زمنكم الجميل دي والزمن اللي تآخت وتقاطعت فيه السياسة بالفكر بالفن بالثقافة بالكفاح بالنضال في كل الأمور، كانت أعتقد كانت تلتئم في بعضها وتنتسج في بعضها منظومة واحدة، في منظومة واحدة. الآن لما أنظر لهذا الواقع من منظوري أنا اللي كنت على زي ما يقول نيكوس كازانتزاكيس أحمل أسلافي على عاتقي وعمضي، هل المرأة هذه الآن الفنانة الآن حملت هذا الهم وحملت هذه المثابرة اللي وراها خلفية ثقافة ووعي؟ حملتها وتثابر في زمن دلوقتي، زمن واقف على قشرة موز، لا وقع ولا وقف استقام. احنا في حالة زي الرمال المتحركة يعني. اللي بزحلق يا ريت الرمال المتحركة بتبقى عارف انها متحركة وحتغوص وتروح وجراجة يعني. لكن اللي قشرة الموز لما بتزحلقك وانت كده في الحاله، لا واقع ولا واقف. احنا في اللحظه دي في الزمن دي. تشبيه جميل بالزمن فعلا. هذا مش فقط في الزمن الرديء. يا الله، الزمن الرديء فعلا يعني اسقاطات السياسه بلاويها ومشكلاتها لها تاثير كبير على كل شيء ترى. يعني انت دلوقتي ما بتقدرش تعمل تحليل سياسي. بالضبط. انت تقدر تعمل تحليل سياسي؟ انا قبل كنت اعمل تحليل سياسي، دلوقتي ما اقدرش. كل 10 دقائق في حاجه جديده. كل ما تقدرش تعمل تحليل، ما تقدرش تقول ايه المسيره، ايه الحلم، ايه الامل، ايه. صح، يعني لما ارجع وانت الفنانه الكبيره اللي يمكن اول من حصل على يعني وسام الراحل الزعيم عبد الناصر وسام الجمهوريه، كيف كان عصر النهضه الحقيقي والقومي اللي كان يدفع المراه باتجاه
يعني لا واداها لنا واحنا عيال ايه صغيرين صحيح. حملنا المسؤوليه. هو دلوقتي انا سميحة ايوب ليه؟ لان حملت المسؤوليه من وانا صغيره، لان النظام بتاعي بيحترم الفنان واداله وسام وحمله مسؤوليه التنوير وان هو ما يلعبش على كذا حبل، نعم واخد بالك، وانه يكون كده. فكل ما يجي حتى عمل نص نص او عمل رديء او كده الواحد يقول لا ما يصحش، ده انا حامل وسام البلد، حامل وسام وانا عيل. فبيدي لك دفع انك انت تشوف الناس اللي مسؤولين عنك بيحترموا العمل اللي انت بتعمله. فكان بالنسبه لي انا ما صدقتش اولا، اول ما جيت انا كنت جايه من السواريه وليا صديق الاستاذ سعيد ابو بكر، يمكن تعرفه او توعى عليه. كان دايما يهزر عندنا في البيت طبعاً. ها سعيد ابو بكر سعيد ابو بكر كاركتر مختلف، كاركتر يعني. ده حبيبي وصديقي جدا. فكان يتكلم في البيت لما ما يلاقينيش يقول للشغاله قولي لها ملك اليمن، قولي لها ما اعرفش مين، قولي لها الامام ما اعرفش ايه. فيوم جاي انا والاستاذ سعد الله يرحمه جاي من السواريه، فلقيت التليفون بيضرب، فقلت الو، جايه بقى قرفانه تعبانه. فقال لي الو احنا رئاسه الجمهوريه وبكره ان شاء الله هنديكي وسام. قلت له اسمع يا سعيد بلاش رزاله، ها، ورحت قافله ايه التليفون. قام سعد بيقول لي في ايه؟ قلت له واحد اسمه كامل بيقول لي انا من وزاره، انا من رئاسه الجمهوريه وهنديك وسام. قال لي فعلا كامل بيه في وزاره، في رئاسه الجمهوريه، ايه الجنان اللي انت عملته؟ قلت له يا شيخ بلاش بتاع. راح ضارب تليفون رد عليه رجاء سعد وهب، قال له المدام ملا في ايه؟ قال له اصل ليها صديق دايما يقول كده، هي ما صدقتش ان حضرتك يعني. اللي قال له بكره في عيد العلم، بكره عيد العلم والرئيس جمال عبد الناصر هينم عليها بوسام الجمهوريه. الله. انا والله العظيم مش غيري قال لك قمت وما اعرفش وما نمتش طول الليل ورقصت وما اعرفش ايه انا سمعت ما ردتش، رحت قاعد على الكرسي وقلت له انا عايز انام يا سعد، مع ان نومي فظيع يعني اقعد اتحايل على النوم. قلت له عايز انام، قال لي طيب خش نام. غسلت وشي اوتوماتيك، تعرف اللي زي المغيب، ونمت نوم عميق لغاية النهاردة. أنا بقول هل أنا النوم ده كان نوع من الراحة، إن الشقة اللي بشقاه وجد صدى؟ يمكن فعلا، لأن حالة استثنائية ده تشوفه حالة. لقيت بقى مثلا فاتن حمامة أخذت معايا الوسام في نفس السنة، صلاح جاهين، يوسف ادريس، نعم. كلهم قال لك انا ما نمتش وانا اتنططت وانا انت عكس تماما. انا نمت. عموما الاستاذ سميح نرجع، انت ذكرت الان زوجك الراحل السابق الله يرحمه سعد الدين وهبي، طبعا كاتب وهو من كاتب ومناضل كبير، مناضل كبير، انا جاي حق النقطه هذه. مناضل كبير وكاتب وايضا لبصمته في المسرح المصري بقوه، يعني كون انه لا يكتب فقط للكتابه، انما يكتب النضال ويكتب الفعل. وفي نفس الوقت كان سعد الدين وهبه اسس لي نموذج النص المسرحي في فتره من الفترات في مصر، نموذج مختلف مش الواقعي المطبع على ما يقولون يعني، انما واقعي ذات افق اشتراكي، ذات افق تقدمي. وكانت نتاج على ما يقولون يعني، اعتقد كانت المسرحيه سكه السلامه طبعا اللي كانت النموذج والمحروسه والسبنسه درجة أولى، هتبقى درجة السبنسة هتبقى درجة أولى، ودرجة أولى هتبقى السبنسة، وده اللي حصل الأيام دي. إيه طبعا، لأنها تغيرت العملية يعني، صح. الحسالة بقوا مليونيرات، وأولاد الناس بقوا مش لاقيين. هذه القاعدة والاستثناء بتاعت برتولد بريخت، القاعدة والاستثناء، وكانوا هم كثيرين متأثرين بالنموذج دي من الفن. أرجع للأستاذ سعد الدين وهبي، ما هو تأثيره الإنساني والثقافي على شخصية الفنانة العملاقة سميحة أيوب؟
شوف أنا يعني إحنا الاثنين أثرنا في بعض من حيث لا ندري. إحنا عايشين حياة مع بعض. أنا بحب شغلي وهو بيحب شغله، أنا بحب شغله وهو بيحب شغلي. جميل، نوع من التآخذ يعني. فمن حيث لا ندري ضروري أثرنا في بعض، لكن ما أقدرش أقول لك نمرة واحد أثر كذا، نمرة اثنين أثر كذا. حياة عايشينها مع بعض. أنا نظرتي للمرأة، نظرتي لسميحة أيوب المرأة بتتجدل مع بعض. لقيت رجل بيبقى سعيد جدا لما بنجح. جميل. سعيد جدا. ولقيت رجل بيحب مهنتي وبيحب شغلي، وهو من لما ارتبط بيا ابتدت المرأة في مسرحياته يبقى لها شأن. يعني هو عمل كفرة البطيخ قبل ما نتزوج، ما فيهاش امرأة. عمل المحروسة دي اللي أنا أعجبت بيه جدا في المحروسة، وكنت أيامها بشتغل السلطان الحائر بتاع توفيق الحكيم. توفيق الحكيم. وهو عمل المحروسة، فأنا قعدت أقرأ مقالات يكتبه نقد على المحروسة، كلام جميل جدا، ويكتبوا على السلطان الحائر زي ايه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. قلت ايه ده، ايه الكوسه دي، كمنه يعني مدير تحرير في جريده الجمهوريه، زمايله بيكتبوا بتاعه على روايته، واحنا روايه توفيق الحكيم العظيمه دي يكتبوا عليها كده. في يوم كده قلت انا كنت قطع سينما، هتفرج على سينما، السينما الساعه 10 والمسرح 9 الا ربع، قلت اروح اتفرج على فصل. الحقيقة رحت اتفرج لقيت نفسي لزقت في الكرسي، شكل جديد للمسرح، روح جديدة، حوار رشيق جميل. فجاء معاد السينما قالوا لي، قلت لهم لا مش هروح السينما. وبعدين خلصت المسرحية، انا من عادتي ما اروحش اسلم على حد وكده، يعني في حتة كده ايه، هي خجل كتير يترجموها الكبرياء، لكن هي خجل. فاليوم ده قلت للمخرج انا عايز اسلم على المؤلف ده، هو فين؟ قال لي هو واقف هناك. رحت سلمت عليه، قلت له استاذ المسرحيه هايله واستمتعنا بيها وكده، ومشيت. فهو قال له مين دي؟ قال له يا نهار اسود، مؤلف مسرحي ومش عارف سميح ايوب. قال له يا دي سميح ايوب. قال له اعجبت بالشغل بتاعي؟ قال له المهم هو كان بيتفرج على السلطان الحائر وعجبته جدا فيها، فعمل مسرحية السبنسة، كنا لسه ما اتجوزناش، لكن فيها دور زي شبه دوري في السلطان الحائر. وقال ادها للمخرج، قال له لا ما اقدرش اوزعه على سميح ايوب، مش هترضى، ده دور صغير. راح يوديها المخرج تاني، قال له لا ما اقدرش، ده دور صغير. راح واخدها تحت باطه، كان مسافر يوغوسلافيا، وعشان ما يعملوهاش من وراه، ورجع قال لهم انتوا وردتوها لها، عرضتوها عليها؟ قالوا له لا، لكن ما نقدرش نقول لها. طيب ادوها لها. ادوني الدور، هيبة الفنان. ادوني الدور. انا لقيت في الدور حاجه كبيره، مش مساله مساحه، مساله الوجود والفاعليه. قلت لهم انا هشتغل الدور ده، المسرحية جميلة جدا والدور ده فيها منور، هشتغله. قالوا منور ايه ده؟ قلت له ما انا عارفة هيتعمل ازاي. علشان كده انا بقول ما فيش دور كبير ودور صغير. صح، في فنان كبير وفنان فنان صغير. صغير. بالضبط بالضبط. انا حتى وصلت مرحلة ما عندي قناعة في ما يطلق عليه دور ثانوي ودور رئيسي. لا لا لا. مفيش. يعني هو الدور، نوعية الدور، قدرة الدور. هناك ادوار قصيرة ولكنها تترك مساحة غير عادية في الاثر فعلا يعني. فارتبطنا ببعض رسميا من السبنس. بعد كده المرأة كانت في مسرحه لها فاعلية كبيرة. ده تأثير. صحيح. بلا شك. تأثير اللي هو عمله معايا، انا كنت يعني عصبية، وكنت لما رد الفعل بتاعي سريع، اتعلمت اكون رد الفعل بتاعي متأخر شوية، وان انا اتروى
في المسائل، ما كنتش حادة. جميل، هي تجربة عموما جميلة ومهمة جدا. أعزائنا المشاهدين، متواصلين معاكم في نسمات ثقافية. طبعا الحوار مع الفنانة القديرة عملاقة المسرح والسينما والدراما سيدة المسرح العربي الأستاذة سميحة أيوب يأخذنا إلى سكك كثيرة ربما تخترق مساحات سكك السلامة. أيوة. التي أشرنا إليها الآن في حوارنا عن تجربته مع الأستاذ الكبير زوجها الراحل الله يرحمه الفنان والمؤلف سعد الدين وحبي. أستاذة سميحة، أنت طبعا رصيدك من المسرحيات كثير، العالمي والمصري والعربي، وطبعا مثلت شخصيات أيضا مخيفة وقلقة. أيوة أيوة. ومتعبة وكل الدور ما كان متعب كل ما أحبه أو. تجربتك هذه مع هذه الشخصيات اللي مريت فيها، يعني شلون ممكن تعمل نوع من التعاطي مع الذاكرة ومع يعني إن سميحة أيوب الشخصية يعني والتأليف الآخر والرؤية الأخرى للشخصية. لا، والرؤية والرؤية الأخرى للشخصية. عندك مثلا أنا لعبت أو تقريبا درست في 4 مدارس. أنا اشتغلت مع مخرج سوفيتي، اشتغلت أنكل فانيا مع مخرج سوفيتي الخلفانيا، واشتغلت فيدرا مع مخرج فرنساوي. شخصيات مخيفة مخيفة. واشتغلت دائرة تباشير القوقازية مع ألماني كورتفيت، واشتغلت أنطونيو كليوباترا مع بتاع شكسبير مع مخرج إنجليزي. فأربع مخرجين من بلاد يعني لا حد أغنتك هذه التجربة. التجربة يعني تنوع مع كل واحد، تنوع الرؤى مع كل واحد فيهم هو كان بيبقى مبهور. مبهور ما اعرفش ليه، يعني كان بيقول لي دايما انت فنانه مش متعبه. انا كنت ابص في عينه واشوف هو عايز ايه قبل ما يقول لي الملحوظه، اقول له انت عايزني اعمل كذا 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 كذا، لانها بديهيات. ليه؟ لاني مستغرقه، بستغرق في العمل وبحبه قوي وبحب الشخصيه، بخش افتش فيها وانكتها زي ما بيقولوا. فكان في نوع من الانسجام بيني وبين كل مخرج. كان مخرج في الفترة كان في فكر وكانت في رؤية، مش زي دلوقتي تعطيهم الناس يشوف دورة بس يقرأ وخلي. لا 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 لا, لا, لا دراسة. أنا كنت أخد اللي اتكتب عن المسرحية دي في بلد ما، أخده أقرأ أشوف كتبوا إيه وأطلع أنا رؤية من عندي أنا. صحيح جديدة. صحيح. وبالذات الممثل يعني في أنكل فانيا في الخال فانيا أنا قلت له تشيكوف كان يقصد كذا من كذا، ويمكن هو كأي فنان مش دريان هو وصل إيه. هو في زحمة الفن بيوصل حاجة، لكن الترجمة عندي حاجة تانية. صحيح صحيح. فالمخرج قال لي صح. لا، والحس الشرقي ترى أحيانا لا منطقة عالي، وبيقول لي أنتوا عندكم الفرنساوي، يقول لي أنتوا عندكم شالير جامد، أنتوا سخنين قوي، انتوا زي كريستينا عملت دراسه في الصحراء الشرقي. يعني في علنا الشرق له وضع مختلف، يعني انتوا بتستوعبوا بسرعه. صحيح صحيح. بنستوعب بسرعه. ليه؟ الشرق. صحيح. ربنا خلقنا كده. للسحر، والسحر خاص يعني. كثيرين من المسرحيين درسوا يعني انا اشتغلت مع 2 شغلي كان كتير معاهم. كان مع الاستاذ سعد اردش رحمه الله، ومع كرم مطاوع رحمه الله. يعني 2 انا محظوظ درسوني الاثنين الله يرحمه. والله والاستاذ سعد اردش الله يرحمه. فمن اعظم المسرحيات وانجح المسرحيات عملتها معاهم. عملت كل اعمال بريخت، عملت الراسين، وعملت المولير، وعملت وسعد اردش بالذات متخصص في مجال بريخت بالذات بريخت يعني. وعملت الندم وجي سارتر واتفرج عليها وكان سعيد وقال انا لقيت الكترا في مصر. أيه لقيتها طبعاً. في مصر يعني الواحد يعني الحقيقه الواحد مر بحاجات
يحمد ربنا. واحنا محتاجين الاستاذ الفاضل الى مخرجين يعني يبحثون من جديد في هذه النصوص الخطيره، نصوص عالميه، مش يعني في مخرجين جداد كويسين، بس المناخ العام متعب شويه مكبلهم. ابتدوا يؤمنوا بال 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 بالبكش على الصعيد كله. ليه؟ لان انت لما كنت بتعمل حاجه قبل كده في الفتره ما بعد الحاضر ما قبل الحاضر كنت بتبقى عايز تبقى، والنقاد هيكتبوا عنك. ودلوقتي النقاد فين؟ النقاد ما بيكتبوش. الولاد مش لاقيين حافز. المخرجين الجداد مش لاقيين حافز. هو الحافز هو المهم، انك انت عايز تطلع وعايز يتقال انك انت انسان كويس، وانك انت بتعمل شغل حلو، وعملت اللحظه دي كذا واللحظه والاضاءه والفراغ المسرحي كل ده ما فيش دلوقتي. انتهت المسائل هذه. فالولاد موهوبين والله في عالمنا العربي، بس بحاجه الى من يهتم في عالمنا العربي. عندنا مواهب رؤى جديده على عندنا المختلف. مواهب صحيح. حلوه قوي قوي قوي. طيب استاذه سميحه، النص الادوار اللي مثلتيها الكثيره ذي، هل في بعض الادوار ظلت مع شخصيتك حتى الان؟ يعني لا زالت ساكنتك لما تروحين تحسين شاغبك في بعض الامور، في بعض في حياتك الشخصيه، في بعض انا خليط خليط من كل دول، خليط من الـ 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 الطيبه وال وبعد ساعات الحده، وبعد ساعات العقل بيلعب دور كبير جدا معايا. في ادوار بحس ان للحنين ليها، يعني للانسان الطيب بتاع بريخت. اي طبعا من اروع النصوص الخطيره، وعملتها جميله كانت، وكان يعني ناس راحوا تعلموا دراما بره لما شافوا الانسان الطيب، كانوا بيحضروها كل يوم كل يوم وراحوا وجم. سفيناز كاظم لما عملت عرب اسمها الرغبة راحت اتعلمت دراما في أمريكا وجت وعملوا ولها تراجم في بعض الأمور. سفيناز كاظم لها بعض التراجم. وعملت أشكال من النساء متباين، ولذلك النقاد كانوا بيقولوا احنا مش عارف مش هنعرف هي هتطلع لنا السنة دي بأي شخصية. يعني في الشريرة وفي الطيبة وفي القويه وفي الخائنه وفي المتصوفه وفي يعني كله خليط، وكل دور حبيته. جميل. يعني في الاخير تبقى في شخصيات الخليط هاي كله. يعني نقدر نقول يعني الفنانه سميحه ايوب يعني هي نسيج هذا نسيج هذا الشخصيات كلها. صح. والتي اعتقد انها هي ميزت شخصيتها لانها هذا النسيج. اعتقد طيب هاي شيء مهم يعني. طيب نرجع في شيء احيانا استاذه سميحه يقلقني، خاصه في هذا الزمن اللي فيه التطرف والتشدد يعني بشتى اشكاله، سواء كان ديني او غير ديني. لا التطرف الديني ولا التطرف الثقافي ولا انا اكره كل التطرف. جميل. انا هذا ولا كل مش بشكل عام. يعني هذا الشخص، هذه الضغوطات هذه اللي احيانا تواجه الفنان والمسرح الان، كيف يواجهها؟ تواجهها المراه بالذات؟ لا حتواجهها المراه. لا حتواجهها المراه. تواجهها المراه. حتواجهها المرأة وحيواجهها الرجل الفنان كمان. جميل. طيب سميحة أيوب كيف تواجه هذه الشخصيات؟ إيه هي كشخصية طبعاً تشكلت من هذا النسيج اللي تكلمنا عنه. أيوه. كيف تواجه لو مرت بها؟ هل مرت بهذه الضغوطات؟ يعني لا ما مرتش علي ما ضغوطات مرت عليك هذه أبداً. أبداً. وعندما يعني أنا في نص كنت عملته وخلاص فاضل مشهدين في آخر المسرحية. نعم. وجت الثورة وحظر التجول فوقفنا البروفات، ومن يومها بقى نسيناها. جم دلوقتي عايزين يعملوها. المسرحية دي كانت بتتكلم عن اللي حصل في مصر. تصور. وفي مسرحية تانية عملناها اسمها الخديوي واتذاعت قريب، كل اللي حصل في مصر واحنا عاملينها من 10 سنين. إذن الفنان عنده قرون استشعار بالمستقبل واللي هيحصل فيه. حرص. نعم. دي المسرحية دي حنزل عشان أعملها.
لا أزعم إن ما حدش هيقدر يقول لي ما تعمليهاش. صح. إنها فيها نقد فظيع. نقد لدرجة الذبح. يا الله. لازم يطلع. ولازم نقول. إحنا كنا بنقول في زمن عبد الناصر. كل المسرحيات اللي يقولوا الرقابة لأ. مرة في فيلم شيء من الخوف. إي نعم. قالوا له لأ. بيقصدوك يا ريس. لعبد الناصر قال لهم النظام اللي يخاف من فيلم او من مسرحيه يبقى نظام مخوخ، سيبوهم يعبروا عن نفسهم. تصور شوف مساحه الحريات كيف كانت. يعني السادات وقف مسرحيه لسعد وه اسمها الاستاذ. مبارك ما وقفش مسرحيه. مبارك كنا بنشتم وبنقول مش هو قال ديمقراطيه؟ خلاص كنا بننقد، يعني مش شتيمة نقد قلة حياة، لا مشروعية حرية التعبير، بننقد النظام، بننقد الأجهزة، بننقد التموين، بننقد الوظائف، بننقد كل حاجة مخوخة في البلد. وسابونا نقول. جميل. ما اعتقدش ان دلوقتي حد هيجي يلجمنا الان. احيانا الضغوطات مركبة، اذا سمحي لي يعني سيدة سميحة، هي مركبة ولكن يعتمد على. عشان بقول لحضرتك المسائل بتتغير كل 10 دقائق. صحيح. انما الفرق بين الان والزمن اللي عشتوه كانت هناك تيارات. لا. تيارات فكريه قويه. فكريه قويه الان جدا. الان ما في تيارات. كان في قضيه، في راجل. تناثر. كان في قضيه. في قضيه الان. في تناثر ولا في ولا في التيار حاجة دلوقتي. نتكلم عنه يعني. مش حاجه دلوقتي. طيب استاذ سميحه، ايضا بجانب كونها ممثله كبيره ايضا هي اخرجت بعض المسرحيات. ليله الحنه اعتقد واعتقد اي مسرحيه من ذكر المسرحيتين مقالب عطيات. مقالب عطيات وعملت مسرحيتين لل ثلاث مسرحيات تقريبا اعتقد او اربع مسرحيات. رفيده، عملت رفيده اول دكتوره في الاسلام. وعملت مسرحيتين للتلفزيون. كيف كانت التجربه بالنسبه حق استاذه سميحه ايوب في مجال الاخراج وهي الممثله؟ هل دخلت يعني دخلت للإخراج من منطلق الممثلة؟ لا أنا دخلت والله من منطلق مختلف. لا أنا دخلت وفيهم دراما أعتقد. أنا كنت نفسي أخرج مسرحية اسمها قبل الإفطار لسترينبرغ. إيه نعم. وبعدين كان نفسي أعملها وقلت نفسي أعملها. وإذا بمسرحية مقالب عطيات دي هي أصلا مريض بالوهم بتاعت موليير وتمصرت. فكان انا متوزع عليا الدور بتاع توانيت سموه عطيات. فجي المخرج اتشغل في التلفزيون وقال انا رايح الاردن وراجع. المهم المخرج ما جاش وانا كانوا معينيني رئيسة شعبة. الشعبة بتاعتي دي لازم تطلع الرواية في بعد شهر. طب الرواية فين والمخرج فين وبتاع؟ فروحت لرئيس الهيئة قلت له اتصرف. قال لي اتصرف انت اللي تصرف، اخرجي. قلت له اخرجي. قال لي انت مش عايز تخرجي؟ قلت له بس مش دي، ده انا بمثل فيه. قال لي لا اخرجي. رغم انفه. شوف بقى مولير ال- 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 العناد. بلعي. قلت لهم للممثلين طيب 4 ايام انتوا اقعدوا في البيت واقروا المسرحية. صح. وانا خدتها وقعدت على المكتب عملت الميزانسين كله في 4 ايام. عملته زي الاستاذ معلمنا وزي المعهد. دلوقتي يقول لك امشي كده ايد، امشي كده ايد. لا ده انا باجي جاهزه بالارقام بكذا بكذا. رحت جايه ومشغله انا، ما انا عامله الشغل، المساعد هو اللي هيمشيني، ما عنده الخريطه. فطلعتها في شهر وعملت نجاح رهيب جدا. وهي كانت كوميدي فرس لدرجة ان فيه سيد مرعي، ده كان رجل كبير في مصر والنظام القديم، كان كل يوم له البنوار بتاعه. اول ضحكة ضحكته مش متخيل ان انا اعمل اللي انا كنت بعمله ده، الدور ده بالطريقة دي. جم حتى القطاع الخاص عايزين اشتغل معاهم بقى، ما هيكسبوا بقى. قلت لهم لا 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 لا، دي نقرة ودي نقرة. ف يعني طلعت المسألة مش انا اللي اخترت،
القدر هو اللي اختار. بعدين جاء التلفزيون قال لي عايزك تعملي لي مسرحيتين كده. ابتديت اخرج بس مش حلمي الاخراج. طبعا اكيد التمثيل مش حلمي. انا مش مقله جدا لا في الاخراج. ده حدث عارض. ليله الحنه فتحيه جت بتقرا لي مسرحيه كانت عايزاني اعمل لها مسرحيه الخرصه. فما حسيتش ان انا متحمسه ليها قوي. كانت بتتكلم عن المراه والاضطهاد المراه. قلت لها انت هتقعدي طول عمري تتكلمي في اضطهاد المراه؟ المرأة ما هي شمت نفسها دلوقتي وبقت كويسة. فقالت لي طب هصلح لك فيها وكده. جاتني يوم قالت لي أنا جاية أقرأ لك رواية. جت قريت لي ليلة الحنة. كانت في أحداث في العراق. أحداث العراق كانت سخنة أيامها قوي. هي قريتها لي قلت لها دي اللي أنا هخرجها. هي عجبتني جدا. لأنها معزوفة جميلة جدا. ما فيهاش عنف. أستاذة فتحي العسار ما شاء الله بوح متدفق عنف. بسيط وعفو جدا. جميلة. ما فيهاش عنف وفيها إن, 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 إن الست دي بتقول لهم الناضل مش لازم يكون معانا بندقية عشان نناضل. كل واحد يناضل من موقعه. الشاعر يناضل بشعره، الموسيقي، الرسام، الفنان، المحارب. يعني في النهاية الست خايفة إن ابنها لأن جوزها وأولادها التانيين راحوا في الحرب ففضل ولد فخايفة عليهم قاعدة في البيت ومش لازم يخرج ولا يبقى مع جماعات ولا في النهاية بتديله البندقية وتقول له انزل انزل فجر لأن الأعداء هيعدوا على كوبري وهو لازم يفجر الكوبري ده عشان ما يعدوش عليه ويكسروا القرية التانية فبتقول له انزل فالحقيقه وكانت الفينال مؤسي قوي 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 وشاعري وحلو يعني لا فتحية لها مزاج خاص الكتاب حقيقه يعني طيب لو سالت فنانتنا الكبيره سميحه ايوب من من الفنانات ترى فيها روحها يعني باختصار روح سميحه اقول لك بصراحه بعد ساعات الاقي فنانة أقول دي هتبقى وألاقيها تقع تقع مني في السكة محدش عنده طول نفس إصرار والنفس فعلا محدش عنده طول نفس كله بيدور على الفلوس دلوقتي يلا. إحنا كنا بندور على دور وبنتخانق على دور دلوقتي بيتخانقوا على الفلوس يلا. وشتان يلا طبعا هاي المشكله احنا نحتاج هذا النفس فعلا ترى في فنانين يعني في حلوين فنانين حلوين صح. لكن ما بيرعوش هذا النفس ما بيرعوش فنهم صحيح صحيح صح. طيب انا الحين اوشكت على تقريبا نهايه الحلقه ومعاش طبعا المساحه يعني كبيره ولا تنتهي يعني نسميها على ما يقولون يعني مضمار صعب يعني يا استاذه سميحه ولكن يبقى السؤال الاخير وماذا في الافق لا شيء في الافق لا أستطيع أن أحدد هذا الأفق صعب صعب عموما أستاذتي الفاضلة اكتنزنا والله والله يعني أسئلتك ممتعة وأهجت عندي ذكريات جميلة اللي معاك اصلا سميحه يعني اصلا انا اخجل يعني اعمل لقاء مع الاستاذه سميحه فنانه كبيره وعملاقه يعني تحتاجين الى واحد بقامه الاستاذه سميحه حتى يستطيع ان يحاور هذا الراس الجميل يعني المشحون بذاكره صعبه مش يعني عمليه بسيطه عموما الاستاذه الفاضله الكبيره فنانتنا القديره عملاقه المسرح والسينما والتلفزيون سيده المسرح العربي الاستاذه سميحه ايوب كل الشكر والتقدير لك اضعتينا اسعرتيني بحضورك الجميل معنا الله يخليك وانا اشكرك جدا اعتبر ان هذا اللقاء هو في حد ذاته اضافه لافكار ولرؤى ربما لم يعني نصغي اليها من قبل واصغينا اليها اليوم فأتمنى من كل فنانين ومن كل أن يتواضعوا ويتعلموا كثيرا من هذا اللقاء السانح والسريع شكرا جزيلا أستاذة أشكرك جدا شكرا جزيلا أعزائنا المشاهدين نلتقيكم في سانحة أخرى ونسمات ثقافية إلى اللقاء